يا مساء الخير ويا اهلا ومرحبا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامجكم رايكم شباب اكيد مستمرين معاكم لمدة ساعة كاملة مع فقرات متنوعة وضيوف مميزين ومساء الخير أحب. مساء الخير ريم اكيد ومسي الخير على كل من يتابعنا ودائما نقول لكم بان من خلال ابلكيشن تي في تقدرون تشوفون حلقاتنا بشكل مفصل واكيد مباشر اذا كان عندكم اي مشوار لكن اليوم حلقتنا مميزة ريم راح نتكلم عن مواضيع مهمة احنا دائما نقول حلقاتنا مميزة ان دائما نكون حريصين بان صحيح. المواضيع تكون مختلفة من خلال المشاهد يعني على حسب المجال اللي هو اللي يحبه او اللي يتابعه يقدر يشوفنا من خلال الحلقة صحيح، اليوم. فقرتنا الاولى اكيد بتكون معانا فتاه كويتيه موهوبه في الكتابه ولها عده اصدارات من اصداراتها قوله قهوه على طريقه الطريق ومكتوب لم يصل الكاتبه امينه الكندري مساء الخير ويا هلا ومرحبا فيك امينه. مساء النور تسلمين على المقدمه الحلوه يا حياك الله امينه في البدايه نبي نتكلم عن اصداراتك اللي كنت تكلمت عنهم ريكورد انا عندي اصدارين في البدايه مم. إصداري الاول هو عباره عن قهوه على قارعه الطريق مم. كان عباره عن نصوص وقبل شوي حتى تحت الهواء كنا يعني انه شلون النصوص في البدايه يعني صحيح. صعب ان يتقبلونها كدور نشر مم. مم. كاول خطوه يعني احنا عارف اول خطوه ان الكتاب يطلع حق الناس ان مم. تدورون دار نشر زينه فكنا نتكلم عن هالموضوع انه كان نفس مخاطره إيه؟ انه شلون تنزلين اول كتاب نصوص، بس الحمد لله لانه جاب فكره جديده اللي هو تقسيم النصوص حق ست فصول مختلفه، حبت الناس ولقيت انه من السهل أنها هي تتصفحها صحيح. وتقرا. اما بالنسبه حق الثاني اللي هو مكتوب لم يصل، عباره عن مجموعه قصصيه منوعه. كل قصه تتكلم عن موضوع معين، يعني في قصص اجتماعيه، رومانسيه، في قصص فانتازيا فالقارئ لما يقرا نفس الكتاب راح يشوف نفسه وين ميوله وين صحيح قبل لا يبدا انه يختار روايه كامله ممكن تكون 200 300 صفحه تتكلم عن موضوع معين وما يكون اصلا هالموضوع مجاله صحيح أو ما يلقى القارئ نفسه بالضبط في بالضبط فيكره القراءه كلها والسبب انه هو ما اختار في البدايه المجال اللي هو يحب يقرا فيه <applause> حلو امينه شنو الروايه او الكتاب الاقرب الى قلبك <applause> الكتاب الاقرب الى قلبي انا اقرا على حسب النفسية. اه يعني تغير حسب المزاج يعني إيه. مرات القى نفسي يعني خصوصا بالفتره هذه وايد مم. احب اقرا مثلا في مجال التنميه البشريه، مم. في مجال الفلسفه، إيه. في مجال العلوم الغربيه، مم. مم. إيه. مم. اوكي؟ وبنفس الوقت احب ان انا اتدبر الزياده في القران الفتره حلوح. هذه، صحيح ان احنا ما نقرا بس الايات نفس الطريقه اللي احنا حفظناها بالمدرسه، لا، نبي نعرف مثلا كل ايه شنو معناها، فهالشيء يفيد اي وايد، الشيء انا يعني يوم يسالوني انه شنو اصدارك اللي قلت انا متوقفه حاليا عن اصدار الكتب لاني احتاج ان اقرا صحيح. وما اقرا بنفس المجال اللي انا كنت اقراه قبل لانه ما راح تكونين سويتي شيء لازم تكونين مطلعه على مجالات مختلفه على اساس انت تنمين ذاتك فبالتالي كتاباتك ما تتكرر فما يملونك القراءه ممتاز لكن صحيح. احنا خلينا نتكلم عن واقع الحال لبعض الكتاب بانه يكون حريص دائما بانه كل سنه يكون متواجد في يعني في معرض الكتاب تشوفين كل سنه عنده اصدار ويكون حريص بانه يكون متواجد ويقدم مضمون اللي خلينا نقول للقراء لكن انت قلتي يعني انا احتاج اني اقرا فهل هذا تواضع من من الكاتب انه يقول انا احتاج اقرا عشان اختار ولا هو استعجال من الكاتب الاخر اللي هو كل سنه ينزل على اساس يكون متواجد مع الجمهور هني تختلف وجهات النظر عند الكتاب يعني هلو. في احد الكتاب قال لي <applause> نصيحه واحنا نسمع النصايح من بعض على اختلاف وجهات النظر أكي. كان يقول لي نزلي كل سنه كتاب عشان الناس ما يملونك انا ما اقتنعت يمكن هالشيء هذا يمثل مه. وجهه نظرها هو وتمثل وجهه نظرها هي ان تحب دوم تكون متواجده مه. على الساحه الكتابيه مه. بس مه. الموضوع هم فيه خطوره ان انا اكون متواجده وماكو اكون محتوى او محتوى مكرر ما راح يضيف لي شيء ولا يضيف حق الناس اللي تعودت انها تقرا لي فانا افضل ان ابتعد عن الخطوه هذه ولكن في نفس الوقت في ناس تحب ان هي تسلك هذا النهج ان انا كل سنه موجود بالمعرض واسوي حفل توقيع وكتاب جديد والناس تيني لكن بالنهايه شنو الجديد اللي انت قدمته في هذا الكتاب فانت تكون حريص ان لازم يكون في شيء جديد للقارئ في هذه السنه ما تتبعين نفس الاسلوب اللي اتبعتيه فيه في خلينا نقول كتاب او الاصدار الاول والثاني انا احاول اكون موجوده بالمعرض كثر ما انا اقدر احاول ان انا اشوف قرائي صحيح. اسمع منهم سواء بالكويت او م. برا الكويت م. لان تواجد الكاتب نفسه مع القارئ يتيح لك فرصه ان انت تسمع مباشره من الناس صحيح. يعني حتى لو بيكتب لك مثلا كومنت بانستغرام او تويتر مرات يكون فيها رسميه يكون فيها بس لما يشوفك خلاص ايه. يعني ايه. فتستفيد اكثر صحيح. يعني التواجد الكاتب بالمعرض أفضل من إنه يكون حريص بس أبي أنزل كتاب بالمعرض وتلاقي الكاتب مو موجود. يعني مرات يونا ناس وين مثلا الكاتبه الفلانيه ابيها توقع لي الكتاب او ابي مثلا اصور معاها او ابي اشوفها ف... إيه؟ فهي سالفه مو انه بس انزل كتب هي إن انا هم أن اكون متواجده بالمعرض عشان اشوف رده فعل القراء مم. حلو كونك ام وكاتبه وموظفه شلون تقدرين تنسقين بين هالاشياء وشنو دور الامومه في التاثير على كتابتك بما ان الامومه يعني شيء عاطفي والكاتب لازم يكون جدا عاطفي عشان يقدر يعبر الأمومة مع الكتابة مع المرأة <applause> الأمومة بحد ذاتها مسؤولية <applause> ولما تي الأمومة على كاتبة تصير مسؤولية مضاعفة <applause> ليش؟ أنا حتى الناس لما تجي تلومك تجي انت ام وانت مثقفه تقرين شلون سويتي كذي؟ شلون مثلا ربيتي ولدك على كذي؟ فهي هني تشتغل قناعه المراه نفسها شلون انت تحكمين بين عاطفتك وبين شغلك والوصول حق هذا الاتزان كلش مو سهل يعني انا القى نفسي للحين مو واصله حق هذا الاتزان ليش؟ مم. لما يجيك وقت فاضي راح تبدين تفكرين هل اقعد فيه مثلا مع ولدي او بنتي والاعبه او اقعد اقرا كتاب مم. مم. فلما فل تكونين بين شغلتين محتاره ليش؟ اذا قعدت مع ولدي تحسين ان انت مرات قصرتي شويه بحق نفسك مم. كون ان حياتك قبل كنتي متفرغه فيها تماما للقراءه، الكتابة، للسفر كذي ولما تقعدين مع اي لما تقعدين تكتبين تحسين ان انت قصرتي بحق ولدك او مم. الطفل اللي معاك فالوصول حق الاتزان هذا يعني يحتاج الى ولادات متكرره مم. انا اشوفها شو ولادات متكرره؟ مم. المراه تولد طفلها مره واحده عقب ما هي تولد طفلها مرة واحدة أو تلد طفلها مرة واحدة راح تلد نفسها مرات متعددة على حسب المرحلة العمرية لهذا الطفل بحيث أنها تتكيف معه يعني طفلي لما يكون قبل لا يسنن غير لما يبدأ يحبي فأنا أكيف نفسي معه غير لما أول ما يبدأ يدش حضانة غير لما يدش روضة وهكذا فأنت تحتاجين أن أنت تغيرين من نفسك للأفضل وأنت تحتاجين أن تعيشين مع طفلك مو عشان طفلك غالبية الأمهات توصل لمرحلة بعدين أو حتى الأبهات يحسون بفراغ عاطفي كبير خصوصا عقب ما يكبرون عيالهم ليش؟ صح. لأن تلاقون عاش عشان الطفل هذا ما عاش معه بنى عليه أحلامه مم. أنت بدال لا تقول حق طفلك أبيك تكون دكتور مم. ليش ما أنت تكون دكتور؟ سو لا تقول اتس نيفر تو ليت يعني هو ابدا مو وقت متاخر, متأخر. بدال لا تقول حق طفلك ابيك تكون محامي انت كن محامي كون له قدوه بالشيء هذا صحيح. لا تفرض عليه اشياء مم. احنا بالنهايه نكون مرشدين حق اطفالنا وليس قائدين الطفل مم. مم. ما خلق اساس تقوده ام او تقود او يقود اب مم. انت توجه طفلك وتتابعه اول باول وتكون صديقه وتعيش معه اساس تقدر توصل الى الاتزان هذا في تاثير الامومه في الكتابه اثر عليك ايجابا او سلبا اثر علي بالنضج مم. يعني احس كتاباتي صارت انضج إيه. صارت اعمق ما انا شنو السبب يعني يعني اليوم شنو شنو الربط انه ممكن الكاتب يكون انضج لانه مثلا صار عنده ظنه يعني شلون ممكن يكون هذا النضج موجود هو سبحان الله شيء يعني بالمشاعر مم. يعني هو حب وصل بين مثلا الام وطفلها كذي احساس ف... بالمسؤوليه اكثر ان انت كونك صرتي ام دائما يقول لك اللي مثلا هي اساسا كانت بنت ما تحس بشعور امها الا اذا يابت الظنا هني راح تقول ام بي يعني صدق امي كذي كانت تفكر حاشت هذا الاحساس اي إيه طبعا ان تبدين تحسين فعلا بشعور الامومه بشعور مو بس الامومه بشعور الاسره مم. المسؤوليه كلها ككل لما انت تحطينها قدامك فتحسين إن أهلي ربوني صحيح. وبالنسبة حق التربية موضوع التربية أنا أربي عيالي على حسب اللي أنا أشوفها صح بالوقت هذا يعني وايد اهالي يزعلون لما ما يشوفون عيالهم نفسهم مثلا نفس ما قلت لك قبل شوي مثلا احنا مثلا دكاتره ليش ولدنا ما طلع دكتور؟ ليش طلع مثلا مدرس مع احترامي حق كل المهن بالضبط بالضبط فدائما خلوا حريه الاختيار حق عيالكم لان راح تشوفون منهم شيء حلو راح يبدعون لما انت تخلين المجال حق طفلك انه هو يختار الشيء اللي هو يحبه راح تشوفينه انسان مبدع ومتميز في مجاله بالمستقبل وراح تصير عنده شخصيه <applause> يعني انت لما تفرضين شخصية على طفلك ممكن يوصل فعلا ممكن يصير دكتور بس تلاقينا خجول انطوائي لانه ما حقق الشيء اللي هو يبي صحيح في حياته يعني تعرفنا على امينه الكندري الام وشلون ممكن آه الامومه اثرت على الكتابه بشكل انضج مثل ما ذكرت لكن لو نتكلم عن امينه الكاتبه اليوم آه بوجود هذا الكم من الكتاب امينه شلون ممكن تميز نفسها شلون تميزي نفسك بين الكتاب العدد الكبير اليوم موجود خلينا نقول انت بالكويت مو الكاتب يميز نفسه القارئ هو اللي يميز الكاتب انا شفت كذي يعني انا ما اقدر اقول انا ميزت نفسي بالشيء الفلاني اعوذ بالله من كلمه انا بس انت بالنصوص امينه اليوم لا يمكن احد ينكر نصوص امينه الكندري كان كانت مختلفه عن النصوص المتواجده في طريقه سرد النصوص او الاسترسال او تقسيمه الاجزاء مثل ما انت ذكرتي هذه بحد ذاتها قدرتي تلامسين القارئ بطريقه يعني مختلفه عنه اللي عليها فانا يعتبر تميز لأن هي بس ترى وايد تتواضعين ما تقولين اللي. لا فانا امدحك بذلك تسلم يا <applause> رب ما <مارك أسر>. تقصر <applause> هو التواضع جزء عشان انت توصل حق الغار. صحيح <applause> يعني حتى من جانب التواضع يوني كثير قالوا لي ليش ما حطيتي على غلاف كتابك المهندسه امينه الكندري م. قلت لهم الهندسه هذه مهنه دراسه م. ومهنه لها مكانها يعني بوظيفتي بشغلي أيه. انا ما عند القارئ اقول له شوف ترى انا مهندس. مهندسة على الغلاف يعني قبل لا يفتح الكتاب انت كنت قاعد تقول له شوف ترى انا المهندس فلان الفلاني أيه. دير بالك أيه. لا يكون كتابي ما يعجبك لا هو مو كذي عشان كذي يمكن القراء قراب منك جميلة بان انت يعني يعني كسرتي الحواجز اللي ممكن القارئ احيانا ودي يروح كاتب معين لكن هذا الكاتب حاط حواجز وبروتوكول وايد والايجو عالي أيوة. تحسن. وايد في غرور او فينا شايف شايف نفسه فتلقين حتى يمكن القارئ ودي يروح الكاتب يقول له مثلا تبه الصفحه شنو كان قصدك او انه يصور معه او انه يكلمه لكن يتراجع لكن المقابل امينه يعني انت كسرتي هذه الحواجز فنبي تواصلك مع الناس اليوم شنو ابرز يعني نقاشهم معك في في اصدارك الاول او الثاني نقاشاتي ليش ما كتبتي روايه اغلب اغلب النقاشات ليش ما كتبتي روايه ليش ما شفنا لك روايه الروايه مشروع ضخم <applause> يحتاج حق تفرغ كبير 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 <applause> كبير من ناحيه الفكره من ناحيه السرد من ناحيه الفصول فما اقدر انا اكتب اي كتاب واقول لهم تفضلوا هذه الروايه اللي انتم تطلبونها فاغلب النقاش كان ليش ما كتبتي روايه وليش بلشتي بنصوص ليش بلشتي بنصوص لان كنت ابي القارئ يكبر معي يعني نصوص قصة مم. قصيرة بعدين إن شاء الله في المستقبل رواية, آه. بعدين. رواية إن شاء الله أمينة يعني ككاتبة شنو اللي يخلي أمينة تكتب شنو اللي يستفز أمينة للكتابة ويخلي القلم بس ما يوقف حزن أو الفرح لا حزن الحزن نادر ما, ايه. ما من الكاتب يكتب عن فرحة الفرحة يعني احس يعني <applause> كل الكتاب عن حد الحزن. صفحتين زين <applause> امينه اذا اساسا ما شاء الله يعني خلينا نقول حياتك مستقره وما فيها حزن فانت هني في الحاله شو تسوين؟ اعيش اللحظة تتقمصين اللحبة. الحاله صح؟ ممكن بس م. ما راح اروح اضيق خلقي عشان اكتب ما راح اسوي كذي يعني ضيقه الخلق إيه. انك مثلا أحياناً انت بتكتبين نص أوكي. فالنص فيه مثلا مشاعر جدا حزينه تتقمصين الحاله عشان تكتبينها؟ هو اي نص تكتبينه آه. اساس يوصل حق القارئ لازم يوصل لك م -م. انه يوصل لك لازم تعيشين الدور <applause> يعني في نصوص لما هي اكتبها اتعب وايد مو بس <applause> لما اكتبها لما اقراها <applause> يعني في كتاب مثلا اقرا الربع بعدين أصكه مو لان اللغه ركيكه او سيء لا لأنه تعبت نفسيا يعني ماني قادره خلاص <applause> قاعد قاع اتعب ما يناسبني يمكن ما يناسبني في المرحلة من حياتي ما يناسبني هالكم شهر يمكن بعدين ارجع له بس حاليا هالكتاب مو وقته يكون في معلومات قلت لك لغته زينه بس ما احب ان الكتاب يضايقني وايد لانه مرات ابي اقرا على اساس يعني ارتاح الكتابه تريح ما انا ابي اقرا عشان ارتاح ابي اكتب عشان ارتاح على اساس كذا قلت لك انه انا اكتب في اغلب الاحيان لما مثلا اكون ضايق خلقي على قولتهم هذه علاقه انانيه بالكتابه انا اعترف مم. يعني ما اروح اكتب لما اكون مستانسه لا لما مستانسه احب اعيش اللحظه <applause> يعني نفس الوقت الحالي الناس اللي مثلا تجمعوا او شيء يقعدون يصورون <applause> لا انا ما احب السالفه هذه احب اعيش اللحظه الحلوه اللي <applause> موجوده عندي <applause> وهذا يمكن جانب جدا مهم من الانسان يعيش اللحظه لكن هل نفهم اليوم ان امينه اذا اذا في حاله حزن او في مثلاً موضوع يعني حزين مر عليها تحب انها تعبر عن مشاعرها او انها تطلع اللي بداخلها من خلال الكتابه ما تفضل مثلا تتكلم مع اشخاص انك يعني تكتبينها هو الاقرب لك في التعبير مم. الكتابه افضل لان مم. انت راح تجي تقراها عقب فتره معينه مم. ممكن تضحك على نفسك صحيح. ممكن تتعلم من نفسك ممكن صحيح. تقول يعني في نصوص انا امر عليها عقب سنين مم. اقول آه الله انا كاتبه كذي شلون كتبت كذي شنو كنت احس فيه؟ مم. يعني اسال نفسي هالسؤال انه شنو كنت احس فيه عشان كتبت كذي فانا افضل الكتابه يمكن لانها انا بالجانب الكتابي اكثر لكن تفريغ العاطفي عن طريق الكتابه شيء جدا مريح حق حق الكاتب <applause> وحلو امينه اذا دشيتي حاله او تقمصتيها بالسهولة انك تطلعين من هذه الحاله ومن هذا المود ولا يبيله وقت او شنو تاثير الحاله عليك اذا حاله فرح راح اكون مستانسه مستانسه اي مستانسه مستانسه أيه. او مثلا قصة نهايتها حلوه مم. اكون مستانسه أيه. لكن اذا نهايتها حزينه اقعد اضايق مم. وارد ضايق ثاني مره لما اقراها بالمراجعه لان أيه. احنا عندنا تدقيق قبل صح. لا نطبع الكتاب أيه. فيصير فيني لما اوصل عند هالقصة ان لا ابي اقراها وما ابي اقراها بنفس الوقت أيه. ابي اقراها على اساس اتاكد انه ما فيها اخطاء وما ابي اقراها لانها تتعبني يعني مكتوب لم يصل بروحها مم. يعني لما كنت اقراها لين تخنقني العبره مم. فكانت صديقتي آه اللي مسؤوله عن الرسومات كنت احتاج ان اشرح مم. لها الكتاب على اساس الرسومات تطلع معبره عن الكتاب نفسه صحيح فكانت تقول لي تقول لي امينه شنو كاتبتها اول مره ايش قلت لها ما اقدر يعني اوصل لين نص القصه وتخنقني العبره يعني ما ما اقدر خلاص لأنه هي قصه عاطفيه قصه مم. مكتوب لم يصل فهذا السبب ان كل ما اقراها احس اني اقراها للمره الاولى للمره الاولى صح. يعني غالبا يقولون بان الكاتب او الكتابه تعتبر مؤلمه للكاتب لكن ممتعه للقارئ، يعني القارئ يستمتع بالصفحات بكاتب معين هو يحبه وينتقل من صفحه الى اخرى، لكن القارئ وقت لما كان كاتب هذه الصفحات ممكن يكون مر في حاله معينه او في حزن معين او في قصه معينه يمكن سمعها، فهل تشوف هذا الشيء صحيح انها مؤلمه للكاتب وممتعه للقارئ؟ آه، وايد صحيح، مو بس مؤلمه وممتعه، يعني انا مرات يضيق خلقي واستانس بنفس <applause> الوقت لما يقولوا لي مثلا خلصنا مكتوب لم يصل بيومين اقول <applause> لهم انا كم سنه قاعده اكتب فيه <applause> خلصته بيومين يعني ما شاء الله هو شيء حلو ان الكتاب شدهم وعجبهم <applause> بس انت تشتغل عليه سنه سنتين بالضبط أوه. فلما هي اقارن الوقت اللي احنا ككتاب <تصفيق> نستهلكه <applause> على اساس نراجع كتاب او <applause> نكتب كتاب <applause> والوقت اللي يستهلكه القارئ على اساس يخلص الكتاب هذا في فرق وايد فالكاتب يستنزف من نفسه فعلا ويستنزف من طاقته ويستنزف من وايد شغلات فيه على اساس يطلع كتاب يوصله حق القارئ فحلو لما تلاقين قراء والحمد لله موجودين اللي فعلا يعطون الكتاب قيمته حلو على طاري القيمه امينه شنو الرساله اللي حابه توصلينها من كتاباتك ان يكونوا نفسكم لا تكتبون بمثاليه زايده <متصفيق> يعني شو قالوا لي كتب التنميه البشريه تمشي، الناس تحبها، يلا تنميه بس والله تبيعين، لا، ليه شلون انا اسوي كتاب وانصح الناس بفضائل الاخلاق وغيره، وانت ما قاعد تطبق على نفسك، صحيح. تسوي كتاب مثلا عن الاتزان العاطفي وما شنو، وانت عاطفية مو متزن، فانت اولى او انت اولى بان انتم تطبقون الشغله هذه على نفسكم من أنك انكم تصدرون كتاب مم. في هذا المجال، فهو الموضوع مو تجاري الكتابه مم. مو للتجاره. صحيح. الكتابه شيء انت تلاقين نفسك فيه. للامانه يعني الكاتبه امينه كل الشكر لك على وجودك معنا وعلى هذه المعلومات القيمه. يعطيك العافيه ومشكوره. استمتعنا وياك <applause> اكيد ونطرين اصدارك الجاي ان شاء الله ويكون ناجح مثل الاصدارات السابقه، مشاهدينا مستمرين معاكم لكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا بهذه الفقره تحديدا راح نتكلم عن مواضيع مهمه تتعلق بالشباب اكيد بتواجد ضيفتنا الأستاذ اميره بن طرف صحفيه في مجال التعليم العالي حياك الله. الله يحييك مشكورين على الاستضافه والساعة المباركة ساعتك ابرك يا هلا مرحبا فيك اميره واكيد منورتنا من وفي البدايه راح نتكلم عن مشكله القبول الجامعي، هل هي إيه تعتبر هذه المشكله حقيقيه او ان بالمقاعد مو موجوده مقاعد فعشان كذي نقول ان القبول الجامعي غير موجود. طبعا بالبدايه احب اذكر ان ازمه القبول الجامعي يمكن احنا كتبنا فيها او هي بلشت من سنه 2008 يعني يمكن من اكثر من عشر سنوات كانت اعداد خريجين الثانويه اكثر من المقاعد اللي ممكن توفرها جامعه الكويت او الهيئه العامه للتعليم التطبيقي طبعا الاداره الجامعيه في حزتها للامانه يعني بغض النظر احنا انتقدناهم وايد وكتبنا وايد بالجرايد بس للامانه تعاملت بذكاء قدرت تحط لوائح يعني معينه ساهمت ان الجامعه تقدر تقبل الطلبه المتقدمين احنا الاشكاليه وين ان الكويت فيها جامعه حكوميه واحده فالطالب لما يتخرج من الثانويه اول وجهه يفكر فيها هي جامعه الكويت بعدين يفكر بالتطبيقي او حتى الجامعات الخاصه, الجامعة الخاصة. فالإدارة الجامعية قدرت تحط حلول منها زيادة العبء التدريسي حق الدكاترة يأخذون عبء إضافي أو حتى مدة و اليوم الدراسي قمنا نشوف في محاضرات من الساعه 8 للساعه 8 اليوم والسنه تحديدا حسب تصريحات المسؤولين في التعليم العالي او تحديدا وزير التعليم العالي صرح ان المقاعد المتاحه في مؤسسات التعليم العالي تكفي الطلبه كل الطلبه المسجلين في الثانويه العامه الجامعه تقريبا وفرت من تقريبا 8000 مقعد بين كورس اول وكورس ثاني ممتع. التطبيقي يمكن فيها 17000 مقعد البعثات الداخليه, الداخلية نتكلم عن 3000 ونص مم. تقريبا مم. الخارجيه ايضا هم نفس العدد فتقريبا كل المؤسسات هذه قدرت تستوعب خريجين الثانويه ممتاز لكن مثل ما ذكرت استاذه في البدايه بان اكيد اتوجه كل طالب بعد المرحله الثانويه والامر المهم بالنسبه لهذه المرحله الجامعيه، صحيح. فاليوم هل نقدر نقول بأن النسب اصبحت مرتفعه في الجامعه ولا النسب هي نفسها لكن العدد زاد؟ طبعا نسب القبول كان كان موضوع نقاش في الاداره الجامعيه حسب متابعتنا احنا كصحافه دائما كانوا كان في نقاش ان هل نرفع النسب او ما نرفعها؟ لان ارجع واقول لان في جامعه حكوميه واحده انت ما تقدر ترفع النسب وتقول تقول حق الطلبه انا قبلت نسب متدنيه قبل الحين لا لازم ارفع النسب. اكثر من مره مجلس الاعلى للجامعه كان يقرر انه يرفع النسب ويأجل آه. تطبيق القرار، النسب ما ارتفعت هي نفسها تقريبا 78 حق القسم الادبي اذا غلطانه اذا استحضر النسبه و80 يمكن حق القسم 78 حق العلمي و80 حق الادبي اذا غلطانه. لكن بالنسبه للمعدل المكافئ اليوم اذا كان احد خريج علمي بنسبه جدا عاليه لكن بعدها ياخذ بعض المواد وممكن المعدل ينزل ياخذ تقصد اختبار قدرات اختبار القدرات أيه. اختبار القدرات هذا م. هذا الزامي لكل من م. يبي يدخل الجامعه فيقدم اختبار القدرات متفوق او نسبته جدا عاليه ممكنها إيه. تنزل هذه النسبه بسبب مثلا امتحان القدرات اذا ما حقق الدرجه المطلوبه هو ينقبل م. بس هو طالما حقق النسبه المطلوبه في في الثانويه العامه ينقبل المعدل المكافئ شنو شيء يحدد او شيء يغير فيه يغير في مجال إن التخصص او الكليه التخصص او الكليه م. لان م. كل كليه بسبه ازمه القبول تحدد م. المقاعد متاحه لها فالاولويه حق اللي معدله آه اعلى, أعلى. صحيح. في الوقت الحالي والراهن شنو افضل الدراسه بالكويت ولا خارج الكويت مع ان العموم وده انه هو يسافر ويجرب الدراسه برا الكويت. طبعا انا بحكم اني خريجه جامعه الكويت طبيعي بنحاز حق جامعه الكويت او الدراسه محليا كل كل نوع او كل مجال هو له سلبياته وايجابياته. بجامعه الكويت مثلا كتجربه شخصيه الجامعه خلتني مثلا انفتح المجتمع اكثر، اشارك في ندوات، محاضرات، فعاليات مجتمعية م. قريبة م. أكثر من من المجتمع اللي أنا فيه م. الدراسة برا تعطي الطالب مهارات ما يقدر يكتسبها صحيح. بأي شكل من الأشكال بالكويت تعرف على ثقافات جديدة تعرف على يعني تخليه متمكن من لغات ثانية غير اللغة العربية يعتمد أم. على نفسه أكثر يعتمد على نفسه أكثر صحيح. بالضبط يتعلم يمكن تعليم في جامعات متميزة إحنا اليوم قاعد نتكلم في عن بعثات متميزة في الماجستير والدكتوراه قاعد وزاره التعليم العالي انها تشجع الطلبه يلتحقون فيها، فطبيعي اذا بتخرج من جامعات يمكن تكون من ضمن اعلى 50 جامعه في صحيح. على مستوى العالم، مم. اكيد احسن من اني اتخرج من جامعه محليه ممكن ما تكون بنفس المستوى، ممكن تكون مستواها جيد بس مو نفس مستوى جامعه بامريكا او بريطانيا مم. فكل كل نوع له سلبياته وايجابياته بس طبعا يحددها طبيعه الطالب, الطالب هو نفسه. نفسه، اي صحيح. في طلبه ما يقدرون طلبة. على الغرب شخصيه الطالب ما يقدر على الغرب صحيح. أكيد يفضل يكون في جامعة محلية صحيح. لكن اليوم في في صوت جدا عالي في وسط بمن في, في أو متعلق بالتعليم العالي اليوم أسمع بالشهادات الوهمية أو المزورة صحيح. ويعني تأثيرها اليوم فكلمنا عن هذا الموضوع بما أنت مختصة. بهذا بي بي المجال مجال التعليم العالي انا مختصه في مجال التعليم العالي وكنت من ضمن الناس اللي كتبوا في في ملف الشهادات الوهميه ممتاز الضجه اللي صايره حاليا على اكتشاف الشهادات المزوره في وزاره التعليم العالي وخطوات فعلا اصلاحيه حق الوزاره انها اكتشفت التزوير واحالت للنيابه بس اللي الناس يمكن مو مو عارفه ان ملف الشهادات الوهميه انفتح من 2009 2009 على مم. ايام حزتها كان وزير التربيه والتعليم كانت نوريه الصبيح مم. فهي اللي وقفت يمكن الدراسه في الفلبين مم. وبدون ذكر مم. دول فوقفت اكثر من جامعه صحيح. كانت يعني عن تسع سنوات تقريبا تقريبا تسع سنوات وتوالت الجهود انه يوقفون التعليم الوهمي والتعليم والشهادات المزوره طبعا في فرق عندنا شهادات وهميه مم. ان الطالب يمكن يكون الجامعه اللي ملتحق فيها اساسا ما لها وجود مم. وهذا فعلا اللي اكتشفوه وفود مم. راحت من الكويت خلال السنوات اللي قاعد اذكر لك اياها راحوا من الكويت عشان يتاكدون الطلبه الكويتيين اللي قاعد يدرسون برا هل جامعة؟ فعلا جامعات مو... طبعا مم. هذا كله متعلق في الطلبه غير المبتعثين اللي يدرسون على حسابهم على إيه المبتعثين الوزاره تبتعثهم حق الجامعات اللي هي تعتمدها مم. فكان في جهود الفرق بين التعليم الوهمي او الشهادات الوهميه ان الجامعه ما لها اساس او الجامعه مستواها متدني او الطالب مثلا ممكن يكون مو منتظم بالدراسه احنا اليوم لا امام قضيه ثانيه ان الطالب جايب لي شهاده من جامعه معتمده و لها اعترافها بالكويت لكن عفوا استاذ بس, بس أنت ايه. هذه الجزئيه بس ايه. بنتوقف في يعني على نوضح اكيد اه. للمشاهد تفاصيل اكثر بأن اليوم اي طالب يدرس خارج الكويت بغض النظر الجامعه معترف فيها ولا مو المفروض يكون في قبول من الملحق الثقافي؟ هذا <applause> <applause> حاليا وهذا اللي فعلا لكن في 2000 ب 2009 كان موجود؟ لا ما كان موجود, موجود هذا قرار جديد ما اذكر تاريخه بالضبط بس هو يمكن مم. ما صار له بعد ال هو بالسنين الأخير. الأخير. الاخيره بالسنتين او ثلاث سنوات الاخيره مم. اللي هو الاشتراط القبول المسبق مم. ان انا لما اسجل برا على اساس يخلصون من عمليه ل... الشهادات المزوره والوهميه فاحنا اليوم مثل ما قلنا ان امام شهادات مزوره وراء. الشهادات هذه صادره بالتزوير طبعا من من جامعات معتمده وكانت بعمليه تزوير معينه بالتزوير من جامعات معتمده التزوير حسب كلام المسؤولين في التعليم العالي من من شخص موظف في التعليم العالي وهو اللي طبعا الامر عند النيابه الحين بس التزوير خطير لانه صعب اكتشافه الوهمي ممكن تكتشفه بسهوله لان الجامعه انت مو معترف فيها احنا اليوم عندنا بالكويت يمكن من من الاشياء اللي تميز التعليم العالي بالكويت انه في جهاز الاعتماد الاكاديمي جهاز الاعتماد يحدد قوائم في الجامعات المعتمده يعني الطالب قبل لا يروح يدري باي جامعه لازم يدرس صح. وما ينقبل مثل ما تفضلت حضرتك في القبول المسبق لازم تكون ضمن هذه القوائم لكن بالنسبه للجامعات المعتمدة وفيها تزوير هذه الاصعب تشوفينها هذه صعبه لان الشهاده طبعا اليوم لا يقدرون يكتشفونها لان في مخاطبات بين التعليم العالي والمكاتب أن الثقافيه هذا الطالب متواجد دراسه متواجد طبعا القبول المسبق راح يقضي على هالامر هال لكن حسنا. الناس اللي مثلا قبل خمس سنين درسوا بجامعه غير معتمده لكن مم. ما درسوا عفوا او بالتزوير ما راح نقدر نكشفهم ممكن هذه احد يعني احد الاسباب اللي اللي ادت بس اللي اللي صرحون فيه المسؤولين مسؤولين التعليم العالي من من بدايه الازمه لليوم ان او من بدايه كشف التزوير لليوم أنه ان في فحص حتى حق الشهادات اللي المعادلات اللي صدرت حق شهادات من اول ما بلشت التعليم العالي تعطي معادلات لليوم يعني نتكلم عن اي سنه آه يعني هل آه 20 سنه نتكلم يمكن 20 سنه أو واتفر. ما حددوا سنوات بس قالوا راح نشيك على كل ال كل الشهادات كل اللي الشهادات, اللي, كل اللي, 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 اللي صدرت بحق لها معادلات فهذا شيء يطمن ان آه ما راح يكون في شهادات مزورة, مزوره ان شاء الله صحيح ان شاء الله بالنسبه لاختيار الطالب الكليه اللي يفضلها والتخصص اللي هو يبيه مع ان مثلا يكون معدله عالي وبسبب انه معدله عالي يحطونه في تخصص هو مو راغب فيه في هذه الحاله هو يقدر قبل ما يبلش الكورس يرفض يقول انا مو هذا التخصص اللي ابيه وعنده معدل عالي يعني يقدر يختار اللي المكان او التخصص اللي هو راغبه طبعا آه قاعد تكلمي عن جامعه الكويت اوكي جامعة الكويت مثل ما قلنا الكليات حددت مقاعدها يعني تحدد الكلية تخاطب عماد قبول التسجيل أن أنا مثلا السنة لنفرض أن الكلية الفلانية تقدر تقبل 500 طالب فقط عدد الطالب هو شطارته كل ما كان معدله المكافئ اعلى كانت فرصة انه ينقبل بالكليه اللي يبيها اكثر. يقدر آه في حاله واحده انه يبلش يدرس بالكليه اللي قبل فيها اذا ما, ما رقب فيها إيه؟ يحول حسب شروط الكليه اللي بيحول لها، كل كليه لها شروط مختلفه. آه مجال التحويل مفتوح، اذا ماني غلطانه يمكن مرتين الطالب مم. يقدر يحول تخصصه ممتاز. او كليته. مم. مم. ممتازين يعني اكيد مستمر معاك بهذه المواضيع المهمه جدا لكن نطلع مع مشاهدينا هذا الفاصل وراجعين من بعدها. رجعنا لكم مشاهدينا وما زلنا مستمرين في الحوار مع الأستاذة أميرة اللي هي صحافية في مجال التعليم العالي وراح نسألها عن اختبار القدرات هل هذا الاختبار يدخل في نسبة الجامعة كقبول؟ تكلمنا طبعا عن اختبار قدرات أنه هو يأثر بالنسبة لاختيار الكلية هو في شيء يسمونه المعدل المكافئ ينحسب بين المعدل الثانوية العامة واختبار القدرات بس طبعا اللي ما يقدر يجتاز اختبار القدرات طبعا الجامعة فاتح المجال انه ياخذ كورسات تمهيدية سواء باللغة الانجليزية برياضيات بأي مجال كان ضعيف فيه الطالب فالجامعة تتيح له فرصة انه إن يدرس تمهيدي ممتاز يعني تكلمنا عن الجامعة والشباب وأكيد خريجين الثانوية تحديدا توجههم للجامعة يا الوقت نتكلم عنهم الحين هم بالصيف، دائما يقول لك بين علاقة الشباب بالصيف يا علاقة ايجابية او سلبية، بوجهة نظرك اليوم هذا الربط هل هو ايجابي ام سلبي؟ بين الشباب والصيف, والصيف. <applause> آه طبعا الصيف دائما بالنسبة لي أنا كان فرصة أن أوكي طول الفترة الواحد يدرس ويجتهد وكذا وما عنده وقت، فالواحد بالصيف المفروض أنه يمارس هواية آه ساعات ممكن مهارة معينة ينميها إذا تم استغلال وقت الفراغ بإيجابية ف... ممكن اعتبار فتره الصيف فتره ايجابيه للشاب. يعني بيد الشاب او المراهق نفسه انه هو يخلي صيفه ممتع ومثمر او العكس يكون مجرد نوم وكسل وراحه. لكن ريم اليوم اولياء الامور اكيد استاذه بانه خلهم يستانسون فكلمه خلهم يستانسون قاعد تصير عباره عن انهم ينامون بالنهار ويقومون بالليل وعباره صحيح. عن يعني أه وجبات غذائيه ما هي صحيه بالنسبه لهم هذه الامور هل تعتبر مكافاه من ولي امر الطالب ولا قاعد يعني ياسس في بعض خلينا نقول الاطباء اللي ممكن تاثر عليه في المرحله الدراسيه الجديده يعني هذه يمكن وايد نسمع عنها ريم ونشوفها يعني. هي اكيد عادات سيئه بس مم. يعني خلينا نقول يعني مكافاه لا هي مو مكافاه بس خل... يعني بصراحه السهر مم. والاكل والهذا بالصيف ممتع يعني جمعه ال... اللي يعني ب... ب... فئه عمريه معينه عيال خاله عيال عم بالضبط فطبيعي انه ما م. عندهم شيء الصبح اكيد بيتجمعون بياكلون ايش بيسوون بالكويت غير فانت تشوفين انه ممكن انه يعني يكافئ عياله بهذه الطريقه طبعا بس, لك. ما يكون يعني ما يكون روتين آه يعني الغلط انه يكون هذا الروتين آه في في وايد مجالات ممكن الطالب يلتحق فيها الحين خلينا نتكلم بعيد عن السفر بعيد عن انه في في شباب لا يفضلون انه يسافرون بصيف يقضون اجازتهم برا الكويت بس اللي, اللي قاعدين في وايد مجالات يعني يمكن قبل عشر سنين نتكلم ما في مجال ان الطالب يستغل وقت فراغه في صح. بالصيف، اليوم لا احنا في في جهات توظف، في جهات تطوعيه، في وايد اماكن ممكن حتى الطالب يلتحق طبعا هو يكون تعبان من الدراسه بس ممكن يلتحق ب بمعاهد او صح. آه اكاديميات اكاديميات بالضبط بحيث انه هو يستقل الفتره الصيفيه هذه بشيء هادف ايجابي غير مجال المدرسه طبعًا. يطور نفسه في مم. اشياء ثانيه طبعا انزين بحكم خبرتك في المجال الدراسي مم. والطلبه، شنو اكثر المشاكل اللي تواجه الطلبه في هذه الفتره؟ في فتره الصيف اي أه هو عدم تنظيم الوقت هو اكبر مشكله ممكن تواجه الشاب، مم. يعني يمكن يمكن الشاب وده انه يستقل وقته في في اشياء مفيده بس يمكن ما ما لقى لي وجهه <applause> فعدم التوجيه وعدم تنظيم الوقت هم ابرز مشكلتين يواجهون الشباب <applause> غير انه يمكن عدم تشجيع الربع بعد انه يشوف لا مثلا ربعه لا نقضينها وناسه وسهر ونوم او انه ماخذينها فتره راحه فطبيعي بتاثر فيهم <applause> خلينا نتكلم عن يمكن هذه الفتره بالنسبه للشباب اكيد ممكن لعمر 12 سنه مع العمر 17 سنه هل ممكن ان تكون يعني يكون في توليفه بينهم بان ممكن العمر 12 سنه يكون مع العمر 17 سنه يطلعون يروحون نفس مثلا النادي نفس الانديه خاصه كان اخوان او مثلا في صله قرابه بينهم هل هذا يعتبر شيء ايجابي آه طبعا آه اذا كانوا اخوان هذا شيء ثاني بس آه ما تقدر تيب آه اللي عمره 12 او اللي عمره 10 يعتبر للحين طفل اللي صحيح. عمره 17 يكون شاب يعني صحيح. حتى كاهل يمكن الاولياء الامور يقدرون يواجهون الفئات العمريه الاصغر ان هم يحددون لهم وين يروحون وين يقضون وقتهم يعني ممكن اذا اذا واحد عمره 12 سنه ابوي يلزمه يقول له لازم تدخل مثلا معهد او لازم تدخل صحيح. النادي الفلاني صحيح. او لازم تمارس الهوايه الفلانيه او ايا كان اللي عمره 17 ما تقدر يعني صعب انك توجهه هو يبي يكون توه مبلش حياته م. يبي يبين انه هو انسان مستقل وهو اللي يحدد وهو اللي كذا بس مو صعب انه يكونون يعني اذا في اسره واحده اكيد بينهم توليفه ما في ف... مشكله بين اخو كبير وصغير اخو إيه يعني. كبير وصغير صحيح يعني اذا كان مثلا واحد عمره 18 والثاني عمره 12 فاحس المستوى الفكري بعيد عن بعض صحيح فما راح يصير في توالم بينهم بس احس انه يعطي شويه يعني ياسس هذا الصغير في في البيت لما يعني يطلع طلعه صغيره ويا اخوه العود يمكن يخرب شوي لا تخرب طلعه صغيره يبي يبي يصير يسوي نفس هذا الكبير يبي يقلد مثلا خلينا نقول اللي عمره 18 يسوق سياره يتصرف تصرفات انه خلاص هو كبير ومسؤول وخلينا نتكلم عن الشباب، تلقى هذا اللي عمره 12 لا خلاص الا يحط راسه براس هذا الكبير ويتصرف تصرفات لا يعني انا اقصد انه تاسيس يعني شوي انه يأسسها نش... مثلا يكون مع الشباب يسمع مو 18 و... مع اللي اكبر منه لا 12 أي ايه يكون انا آه يمكن يمكن اه 12 ومثلا 26 27 يعني هذا ايه ايه المسافه يكون في الاخو الكبير يكون عنده شويه تحس مسؤوليه اي فلما يطلع اخوه الاصغر منه معاه يمكن هذه بالبنات شوي اهدى يعني البنات طلعاتهم اي وروحاتهم ورداتهم شوي يعني معروفه سوق وتسوق وهذا يردون المطعم ويردون البيت ببقى. الشباب ديوانيه ممكن ينقال فيها اي حوار م. او هذا صح. فكثر ما كان الاخ الاكبر عنده حس مسؤوليه تجاه اخوه الصغير يكون يعني سليم انك تخلي يطلع مع والله انا <applause> ممكن ببيتنا احنا اخوان احنا اربع شباب فرق بيننا سنه سنتين فكنا دائما طلعتنا ورحتنا مع بعض فكان الموضوع اشوفه انه تاسيس مناسب حق الصغير، آه. طبعا منو كان صغير؟ انا الجعدك <applause> فاشوفه يعني... تاسيس مناسب حلو انك انت لما تكبر صحيح. ما تكون اجتماعيا ما عندك يعني ما عندك, عندك مشكله ما عندك مع مشكله تتعامل مع منك صح تواصل معاهم مم. استخدامك مم. للمصطلحات هو صحيح في في, في, ناس او في شباب عندهم مشكله انه يتعاملون مع الاكبر منهم، خلاص انا متعود بالمدرسه صفي مم. بالجامعه دفعتي فما اقدر اتعامل مع أكبر مني او الاصغر مني، فبالعكس نقطتك وايد مهمه انه يقدر يتعامل مع اكثر من فئه عمريه حلو لو بنتكلم عن مشكله العناد أو يمكن احنا دائما نقول مشكله ونصف العيال كلها عناد عناد بس ليش ما نشوفها مثلا بمنظور ايجابي ان هذا العنيد هو شخص قيادي أو هو شخص بالعكس يعني يبي يفرض رايه صاحب قرار فننمي في هذه المشكله اللي احنا نشوفها مشكله، حسب رايك شنو تشوفين؟ والله انت ذكرتيني بنفسي، انا كنت وايد عنيده لما كنت صغيره بس كانت امي وايد يعني تنمي فيني حس انه حس الاستغلاليه إيه. لما اتكلم لا تسمع كلامي تسمع رايي وانا صغيره يعني يمكن إيه. بالابتدائي إيه. فمع انا الجعده إيه. آه، العناد يختلف من من طفل للثاني طبعا إيه. يزيد بفتره المراهقه صحيح. يعني وايد يكون اكثر مشكلة ممكن تواجه وايد اسر انه يكونون ابنائهم يعني فيهم صفه العناد بس طبعا آه في الحين وايد اشوف ان المجتمع انفتح على دورات في تعليم الاباء والامهات انه شلون يتعاملون مع مشاكل تربيه ابنائهم مم. يمكن قبل لما تي تي تقول حق اسره ان حق ام وابو لا لا تعاملون ولدكم كذي عاملوه بطريقه ثانيه مم. ما يتقبلونها مم. اليوم لا اليوم نشوف البنات او اللي هم بيكونون امهات بالمستقبل لا ياسسون نفسهم بدورات ان كيف تتعاملين مع طفلك كيف تتعاملين مع المراهق في كتب وايد بهالمجال فمشكله العناد اشوف انها يعني خصلة زينا. هي ممكن تكون خصلة زينة نقطة في حال تم استغلالها توقع من اي إيه إيه؟ اذا كان في ذكاء من اولياء الامور انه شلون يواجهونها باتجاه صحيح هي خصله زينه بس اكيد لازم مراعاه وضع ان الطفل ما يسوي شيء غلط او صحيح. الشاب ما يسوي شيء غلط. اكيد <applause> هذه الجزئيه جدا مهمه نتكلم بعد اكثر عن موضوع يمكن اولياء الامور مع عيالهم تحديدا <applause> الشباب بان اترك عنك هذا الشيء انت ما تعرف ما تعرف تسوي هذه الشغله، <applause> هذه الشغله مو دائما التحبيط او استخدام المصطلحات السلبيه مع اي نقاش لهذا الشاب، الشاب بهذا العمر شنو ممكن او او شلون ممكن يتاثر بهذا النوع من ردود من ولي الامر طبعا اذا نتكلم عن شاب تكون شخصيته تقريبا نتكلم متشكلة. عن الثانوي يعني الثانوي خلينا نتكلم عن مراهق او طفل صحيح. ولقاية الشاب كثير ما كانت الاسره ما عندها ثقه في في ابنائها كثير ما خلقت فيهم شخصيه مهزوزه مم. هذه الشخصية مهزوزه لاحقا ما تقدر لا تكون قياديه لا يمكن حتى يقدر ينجح في حوارات بالجامعه او مع زملاء او مع ربع ف الوسيله الانسب لتربيه الابناء مم. هي اعطائهم ثقه بالنفس زرع الثقه بالنفس عندهم فكل راي ممكن ينسمع اذا ما يازلك انت كولي امر ممكن توجهه بس مو انك بالبدايه تقول له لا يعني خليه يقول رايه قول له اوكي رايك صحيح بس يعني ايش رايك تجرب الشغله الفلانيه؟ مم. ففي يعني يمكن حتى اسلوب الحوار يختلف يعني انت ممكن ترفض هذا الراي بس باسلوب الطف على الشاب يخلي ما يخلي شخصيته مهزوزه. مم. حلو يعني احنا في عصر ثوره السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي فتشوفين هذه الثوره هل هي خدمت الطالب سلبا او ايجابا؟ سلبا اوكي آه طبعا آه اليوم انا يمكن هم ارجع واقيسها على نفسي آه انا لما دشيت مجال الصحافه ب 2007 كنا نتعب على ما نحصل خبر ومعلومه وكذا اليوم ايضا نتعب بس آه تويتر انستغرام سناب يعطينا مؤشرات انه في الخبر الفلاني يروحوا يدوروا عليه ما نعتمد عليه كمصداقيه بس آه احيانا يعطينا مؤشرات على اخبار معينه بنفس المثال هذا ممكن نطبقه على وايد امور اليوم مثلا الطالب في جامعه الكويت يدري اذا دكتوره معتذر ولا لا وهو بالبيت. صح. احنا قبل طلع. و... من. و... عتين... لا كنا نروح ونوصل ونقعد نقعد عند الباب وبعدين يتذكر الدكتور انه يعتذر. ولا كاتب إيه. لكم بورك. او كاتب او آه. كاتب بورج. لا ساعات ما يكتبون <applause> نقعد ربع ساعه ونمشي. صحيح. فاليوم لا سهلت وايد امور في هوم وركات على السوشيال ميديا مم. في حضور وغياب على السوشيال ميديا مم. فوايد امور تسهلت حق الطالب مم. حق الشاب ايضا يعني حتى في امور الجامعه البحث صحيح والبحوث صحيح يعني اول كنا نتعب عشان نروح مم احنا مكتبه نطلع الكتب والمصادر ونكتب صحيح بايدنا عشان إن احنا نسوي بحث هم لا, بحث لا, لا, <applause> لا ناس خلاص والموضوع سهالات والاطلاع صار اكبر يعني بس ترى في دكاتره الحين ما يقبلون المصادر الا مصادر كتب مصادر كتب حتى الحين صار بالنت مصادر كتب يعني اسهل لهم دائما اقول الحين حق الجيل الحالي يا حظكم بال دراسة آه يعني حتى اول اذا ما نفهم بدرس الرياضيات ولا الكيمياء لازم نروح معهد ونجيب مدرس الحين دش يوتيوب اكتب مم. اسم صحيح. المعادله صحيح. وتطلع لك المعادله سهله مم. لا وشرح لك وشرح لك ويشرح لك اياها ويشرح لك اياها ويشرح لك اياها صارت وايد سهله بس يا جماعه خلينا نتناقش على موضوع السوشيال ميديا انت يمكن تكلمتي استاذه عن جانب جدا مهم وهو الجانب الايجابي وهذا صحيح, لكن ترى في جانب سلبي جدا كبير قاعد يصير بالسوشيال ميديا ما نقدر ننكر ولا نقدر نلطف مم. هذا الموضوع لان اليوم قاعد نشوف مثل ما في نماذج ايجابيه مم. صح لكن في ايضا امور في السوشيال ميديا قاعد تكون جدا سلبيه قاعد تاثر على مم. 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 هذا الجيل احنا قاعد نتكلم عنه اللي ممكن يتاثر مم. بشكل جدا <applause> سريع اللي هو المراهق <تصفيق> <تصفيق> بالبعض التصرفات اللي قاعد تصير في السوشيال ميديا ابي ولي الامر بهذا الجيل تحديدا اللي ولده عمره 12 14 سنه <applause> شو ممكن يتعامل مع يعني قبل مثلا احنا واحنا مثلا بجيلنا محنا ما نكبر ماني وايد بس احنا ايه؟ قبل الابو كان سهل عند الموضوع انه يسكر التلفزيون صحيح ايه؟ او الكمبيوتر كان مكتب الكمبيوتر مم. بالصاله انه يطفي الكمبيوتر وانتهى الموضوع صح. او التليفون مثلا يعني ياخذه لان اساسا قبل كان يا اس ام اس حدنا ندز او نتكلم ايه؟ بالتليفون الحين مع هذا التطور وقبل كان يمشي موضوع انه ينسحب مم. منه التليفون لكن هذا الجيل الحالي شلون ممكن الأب والام يتصرفون مع هذا التطور في جوانب ايجابيه صح لكن مم. هم في وايد سلبي صح. فشو ممكن تعمل معاه اليوم ما تقدر تمنع مم. يعني اللي يقول لك اقدر امنع ولدي انه ما يستخدم ايباد او ايفون او ايا كان آه ما يقدر حتى لو يبي ما يقدر حلو شو يتعامل معه شلون ت... آه يتعامل معاه آه نرجع حق التنشئه مم. انك تراقبه شيء وانك تمنعه شيء ثاني تراقبه بس ما تقيده يعني ممكن اوكي قاعد طالع مقطع على اليوتيوب خليني اشوف معاك، خلي اشاركك يعني شاركه. صحيح. اوكي؟ آه اليوم الـ الـ الشاب او المراهق اذا اذا ما اذا منعته مثلا من سناب شات مم. وما شاف المقطع الفلاني على سناب شات يوصل له بالواتساب لان صارت كل وسائل التواصل الاجتماعي مرتبطه ببعض. قبل لا حتى حتى بثوره التكنولوجيا يعني قبل سنتين ثلاثه اللي تشوفه على الانستغرام موجود على الانستغرام، اليوم لا. ينتشر بسناب وتويتر وواتساب ويوصل لي عندك صح. حتى لو ما تبي تشوفه قصب يخلونك تشوفه صح. ف شلون تقدر تخلي الشاب او المراهق يكون عنده يعني حس بالمسؤوليه انه ما ياخذ العادات السيئه من وسائل التواصل نرجع حق التنشئه التنشئه هي اهم شيء لما تكون اسست اساس صحيح عند ابنائك راح يكون عندهم رقابه ذاتيه، فالرقابه الذاتيه دائما تعطي نتائج اكثر في تحديد شنو اللي يتلقاه الشاب من وسائل التواصل الاجتماعي او من المجتمع او من اي مكان. فعلا دائما والله بس على بالي موضوع اللي كان الجيل اللي لحق على البيجر، هذا اللي الله يعينه صدق <applause> يعني إيه؟ هذا الجيل اللي صدق يمكن ما هذا يعني جيل الطيبين <applause> ما هذا إيه؟ <على> جيل الطيبين <تصفيق> اللي, <تصفيق> اللي <تصفيق> ما جرب يعني كان <applause> مجرد البيجر بس كان عندهم كود انا ما اعرف أنا <applause> <رموز. تصفيق> <applause> بس رموز كان عندهم <applause> رموز <كم من> بعض <تصفيق> كبرتونا <تصفيق> thank <laughs> <laughs> you فيمكن هذا الجيل اللي من الاشياء اللي اللي فعلا التطور لو قبل كان ياخذ البيجر منهم انتهى الموضوع صحيح. واساسا البيجر شنو بيسوي فيه يعني البيجر ما فيه؟ بين... يعني اخره شنو يدقون عليه يروح مسكين يروح البقاله يركض ركض بقالة. بقالة اي إيه مكان إيه إيه اتصال مباشر يجيك على عس... طول تاخذ البيت قبل صعب تاخذ الوايب تسحب أيوه. الوايب كلها مسكين يدق بيجر يقعد عند التليفون ينطر الاتصال لا كانت تتغير صحيح لكن التعامل عصرنا البيجر وعصرنا المرحلة الحاليه صحيح. حلو هذا الجيل يعني فاهم عصر الجيل كل شيء الجيل شاف هذا لحقنا هو جيل إيه. الثمانينات اتوقع إيه. الثمانينات لحق السبعينات إيه. الثمانينات هم لحقوا على صح. من البيجر لليوم انا مره كتبت موضوع آه عن الاشياء القديمه اللي الحين اندثرت يعني الحين انت تشوف لك شاب او شاب مو صحيح. يعني خلينا نقول مراهق مه. أبوه 12 13 سنة <applause> إذا إيه تي تقول له شريط يمكن ما يدري شنو يعني شريط <تصفيق> 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 أنا صدمت أن بنت أخوي ما تدري شنو يعني شريط <applause> خلتني أكتب موضوع إن في أشياء نلقت وكانت حدثتها ترى وايد أشياء تكنولوجية الووكمان وما شنو <applause> الحين <applause> الحل الحل. صحيح. صحيح فعلا للامانه يعني لقاء جدا شيق وساه كانت وايد حلوه كل الشكر لك اميره بن طرف صحافيه في مجال التعليم العالي شكرا لك على وجودك معنا مش مشكوره وانا اللي اشكركم على استضافتكم ساعتك ابرك okay. مشاهدينا مستمرين معاكم لكن بعد هذا الفاصل رجعنا لكم مشاهدينا وفي هذه الفقرة راح نتكلم عن الجمال والتجميل والصالونات أكيد هذه الفقرة تهم البنات صحيح. مع نورة الخميس خل نروح نشوف هذا التقرير ونرجع لكم أكيد <applause> يمكن <applause> اليوم راح نتكلم عن العناية بالشعر والعلاجات المستخدمة اللي إحنا نستخدمها بالصالون وراح أشرح لكم اليوم أكثر عن الخلطات الطبيعية واسعة من الخلطات الطبيعية والزيوت اللي نيبها خصيصا من الهند ومن الإمارات طبعا لكل مشكلة شعر وخلطات الشعر عندنا تمزج بمقادير مدروسة مثل ما قلت لكم لكل مشكلة شعر إن كانت تساقط أو قشرة أو شعر خفيف وطبعا راح تلاحظون النتيجة خلال الأسابيع الأولى عندنا زيت مميز هو زيت الثوم الكشميري الثوم الكشميري نفس الثوم العادي بس المميز فيه انه هو ثوم بكر فيه فوائد مضاعفة على الثوم العادي زائد والشي المهم اللي انتو تحبونه انه هو ما في ريحة هو خصائص بالتكثيف وتنبيت شعر جديد ونفس الشيء يطول الشعر اللي أوردي موجود وكتغذية شاملة للشعر وحابة أضيف بعد أنواع الزيوت اللي عندنا عندنا زيت القطران وعندنا زيت الخروع الأسود زيت جدا مميز في تغذية وتنبيت شعر جديد أه ومثل ما قلت لكم هم من قبل أن عندنا خيارات واسعة بالخلطات نفسها وبما أن عدد الخلطات وايد راح أذكر لكم بعض من الخلطات الاكثر طلبا عندنا مثل خلطه الشوفان مع الدارسين وخلطه المورينجا هم بعد من اكثر طلب عندنا وخلطه اوراق الكاري مع حبه البركه ومن <applause> اكثر المشاكل اللي نواجهها تساقط الشعر زائد الشعر الناشف طبعا بحكم العوامل الجويه جونا بالكويت فاكثر المشاكل اللي نواجهها الشعر الناشف فعندنا خلطات ترطيب وايد نحاول نمزج بينها بين الزيوت للتكثيف زائد ان الخطوه الثانيه نحط لها شيء يرطب للشعر عشان يصير اثنين بواحد ترطيب وبنفس الوقت تكثيف <applause> والعناية الدورية جدا مهمة للمرأة، فالمرأة لازم تهتم جدا بشعرها بشكل دوري، وعلى الاقل لازم يكون لها زياره مره واحده بالاسبوع مشاهدينا مثل ما شفنا بالتقرير واكيد مواضيع حلقتنا المختلفة بان شبابنا مبدعين في مجالات مختلفة ومجهزين لكم اخبار بهذا الموضوع. بالضبط فراح نذكر يعني آه الشباب اللي حصلوا على انجازات العديدة حصول اللاعب محمد مشعل العتيبي على المركز الاول واللاعب يوسف يعقوب الصراف على المركز الثاني في بطولة تايلند المفتوحة للكاراتيه يعطيهم الف عافية. اكيد ودائما رافعين راس وايضا حصول البطل خليفة الخليفة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالميدالية البرونزية البرونزية عفوا في بطولة العالم للناشئين في التنس المقامة في ايرلندا اكيد ونذكر اللاعب منتخب الكويت للكاراتيه عبد الله عبد العزيز البلوشي يفوز بذهبيه قتال فردي بوزن 60 كيلوغرام ببطوله اسيا 15 للرجال المقامه في الاردن. صحيح يعني هذه الاخبار قلناها مشاهدينا بان دائما شبابنا مبدعين في مجالاتهم ودعموهم اكثر واكثر ونشوفهم ان شاء الله بمصاف المراكز الاولى في مستوى العالم وصلنا لنهايه الحلقه ريم. اكيد نشوفكم على خير واتمنى انكم استفدتم من حلقتنا الى اللقاء مع السلامه